اللهم اهدنا سواء السبيل. رجل متزوج ولا ينجب ويريد أن يكتب لزوجته الشقة حتى لا ينازعها أحد من الورثة بعد وفاته، هل هذا جائز؟ مش يكتبها، لا يكتبها كوصية، لأن زوجته وارثة ولا وصية الوارث، حتى لا تخلط فتقع في وصية باطلة. إن جعلتها تمليكا مضافا إلى ما بعد الموت هذه وصية باطلة، لأن الزوجة وارثة ولا وصية لوارث، لأن الله قد أعطى كل ذي حق حقه. لكن يمكنك أن تجعلها عطية منجزة في حال الحياة، اديها لها الآن، ملكها لها الآن، اعمل لها أوراق نهائية بها لا تملك أن ترجع فيها. إن فعلت هذا تملكتها في حياتها، ولا حرج أن تمنح زوجتك في حياتك هدية تحوزها وتقبضها، لأنك تريد أن تؤمن لها سقفا لا ينازعها فيه أحد من الناس. قد يأتي وارث عاق، أو يأتي ابن عاق، أو يأتي قريب عاق، يرمي الزوجة دي في الشارع عشان عايز ياخد نصيبه من البيت، وساعتها لا تثريب عليه، يطالب بحقه. فلا بأس أن الشخص يؤمن مسكا لزوجته في حياته، لكن لا يحدث هذا على سبيل الوصية، ستكون وصية باطلة. عطية منجزة في حال الحياة يتم إقباضها وتمكينها منها وتمليكها لها تمليكا نهائيا لا يملك أن يرجع فيه، هذه الصورة مقبولة بإذن الله.